أنا حاسة إنك مبسوطة برجعتك عالبيت، وشك عم يضحك. اشتقت لبيتي. أحلى شي الرجعة عالبيت. طبعاً حبيبي. أنا ما شبعت من باريس، لو ما صابني رشح ما كنت رجعت. ما عندي شك. بالأول منشاني أنا أخذوني على ديزني لاند، بقينا 3 أيام بس، أنا فيني أعيش عمري كله هنيك. منشان نكون قراب كثير من السوق الطويل، نزلنا بفندق كبير اسمه سان هونر. يعني فيروز خانم فيها تعيش هنيك كل عمرها. اشتريت واشتريت واشتريت واشتريت. لا تحكي، عيب. ليش أنا عم كذب؟ اشتريت شي 8 أو 9 شنط ما عديتهم والله. واشترينا هدايا كثير، وإلك كمان. شوفتكم أحلى هدية. اشتقنا لكم كثير. نحن كمان اشتقنا لكم بشير. هاتي لشوفي عم بيتصل. مراد ممكن بعد لو سمحت؟ لميس خانم، كأنه هاد الولد نيته صادقة، ما عم بيتراجع أبدا. وأنا كوني أخوه الوحيد لازم روح وأحكي معه. فيك تسكت؟ أنا بعتذر. يلا سهيلة، آخر 10 دقايق. لك رح أقطع أصابيعي من العجلة، لا تكركبني. آخر 9 دقايق. مسحتي الغبرة ما هيك؟ أوه صباح الخير. صباح النور مهند بيك. بتحب نحضر لكم شي ونجيبه لغرفتكم؟ لبين ما أتدوج جهزوا الفطور بالصالون. تكرم. يلا لنقول لأبوك مشان يجهز الفطور. لك مالهم مخليين غرض فوق غرض بهالبيت، والأنكل هلأ حتى فاقوا ما بقى إلا توصل العيلة. والبنت أخذ راحتها. اتصلت فيروز خانم، قالت تعبان شوي وطلبت تحضروا لها شوية زهورات. هلأ منحضر لها ياهن. وينهم هلأ؟ ما خبرتني وينهم هلأ، بس بعتقد ما بيطولوا كتير. جميلة يلا بسرعة، لسه بدنا نجهز فطور لمهند بيك وخطيبته. اخيرا فاقوا. وانا اشتقت لك كمان، تعالي المساء مشان اعطيكي هدايا فريدو. انا رح اجي بس منشان اسمع قصص الرحله. شو التقيتوا مع شي حدا؟ ايه طبعا التقينا، عائله اسيل كانوا هنيك، ونحن وراجعين شفنا عائله وهدان كمان وحكيناهم بس تليفون. ماما انبسطت بالرحله؟ السلطانة فيروز ليوم الرجعة كانت كتير منيحة، بس كأنه عينه صابتها بالأخير. بتحاكيها؟ أنا بحاكيها من البيت، ما عم أقدر أحمل راسي. عم بتقول بتحاكيكي بعدين. يلا المساء بنحكي بالتفصيل الممل، سلميلي كتير عادنا. بيوصل، مستنيتك اليوم. بيسام بتسلم عليك حبيبي. الله يسلمها. جايين؟ إيه جايين. كتير اشتقت له لفريدو. صحة. يرحمكم الله، معافاية فيروز خانم. بتشكركن، حاسة إني كتير تعبت، بس وصل على البيت رح حط راسي ونام. معناها رح أقول لبيسان بلا ما تجيب لصغير ماما. إيه إيه، بس إن شاء الله يكون مهند رتب البيت لبين ما نوصل. حفلاته كل يوم للصبح. طبعا بده يرتبه، نحن ما دخلنا. تفضلي العصير. اجوا اجوا. ممكن تروحي تجيبي لنا شوية خبز محمص؟ ماشي. مننزل نستقبلهم؟ ما في داعي. الحمد لله على السلامة يا سيدي. الله يسلمك يا سليمان، كيف صحتك؟ تسلم.
كيف كانت عطلتكم سمر خانم؟ إن شاء الله انبسطتوا. إيه الحمد لله، كتير كانت حلوة. مهند! أهلاً أهلاً أهلاً. كثير اشتقت لك. وأنا اشتقت لك يا سبع، اشتقت لك خيرات الله. تعال أعطيني بوسة. كيف رحلتكم؟ ممتازة كثير. أوه، وصلت لعنا الخانم الباريسية. أهلا وسهلا يا أنسة. أوه، مين عنا هون؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلم لي إياكي. عم تبقي هون؟ إيه، خطيبتي لساعتها بضيافتنا. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. الله يسلمكم، مرحبا. كيفك مهند؟ ممتاز. مرت عمو؟ بلا ما بوسك، ممكن يكون انعديت من ماما. كيف كانت عطلتكم؟ منيحة. باريس كيف كانت؟ بتسلم عليكي. كتير حلوة كتير، بسطنا خيرات الله. بالأول راحوا من شان عيد زينب. وخلص مراد، التفاصيل بعدين تحكيها. إذا بدكم تاكلوا بخليهم يحطوا لكم فطور. بتشكرك. بشركة ما رح تبقى معنا هون، مو شي حلو؟ طبعاً كتير ممتاز. لأنه عم بعمل شوية صيانة ببيتي. كنت رح أنزل بفندق، بس مهند أصر يجيبني لهون على البيت. طبعاً خير ما عمل، وهون بيتك كمان. ايه شو اشتريتوا لي؟ ان شاء الله تكونوا جبتوا لي بارفان. انا جبت لك، بس اصبر شوي صغيره، شناتي طلعوهن على الغرف. من بعد اذنكم انا تعبان شوي. طبعا طبعا مرت عمو، خدي راحتك. انا طالع غير ثيابي، وانتوا عدوا افطروا. ماشي عمو، خد راحتك. منشوفك. تعدي حبيبتي. أهلين حبيبي. إيه مراد، لبين ما أختك تجيب لي الهدية، أنت احكي لي لشوف كيف كانت الرحلة. رح أعطيك الهدية وأخلص. شوفي حبيبتي. شو شوفي؟ ما بعرف، حسيت كأنك انزعجتي من شيء. إذا بقول ما انزعجت بكذب. قال بخليهم يحطوا لكم فطور. البنت عم تحاول تقوم بالواجب وبس. أنا برأيي مو بس هيك. أخذي راحتها، ماما معها حق. مهند عطيها كل الحرية بغيابنا. أنا بلشت أتوسوس وخايفة من هالبنت. لازم نحسب لها ألف حساب. هلأ عم بتبين إنها مسكينة، بس بعدين بتشوف شو راح تعمل. عم تحكي عن جد ولا عم تمزحي؟ ما عم بقدر افهم. انا متاكد انك عم تمزحي، مو هيك؟ ماشي، يمكن كون بالغت، بس ماني حابه اكون مع وحده غريبه ببيتي. هي ما عادت غريبه يا سمر، رح تصير مرت مهند. ما عاد حق، رح اتحمم بلكي برتاح. ماشي. ما شالت التليفون من ايدها، ضلت عم تحكي مع الشاب اللي تعرفت عليه، حتى انه طلعت معه بالسهره. مراد. ايوه، مين هالشاب؟ شو دخلك؟ ايه شو دخلك؟ مو على اساس انك ما عاد تلتقي مع هالشاب مره ثانيه. انا حره بقراراتي. لحظه شوي، ثانيه، ليش حكيتي معه؟ بلا الكلام الفاضي وخذ هي. لا تواخذيني، نسيتك لإلك. مو مشكلة. هلأ لا تغيري الحديث واحكي لشوف، ليش بلشتي تحكي معه للشاب؟ أول شي ما دخلك، والشاب إله اسم، زيد. شو ما؟ توبة استغفر الله. هذا الأفندي هيك، بيتدخل بكل شي، ما بيفرق عن مراد. هداك الشاب كان عم يضايقك، لا تخليني روح وكسر له رجليها. وليش بقى؟
شايف حالك ومو مصدق مفكر حالك ابدا؟ يا الشاب بعت لي رسالة موبايل بس اختي ما ردت عليه. الولد راكد وراها لاختي. ممكن تسكت بقى؟ برافو برافو، لا تعطي وش. شو ما بدي بساوي وانت ما دخلك. كتير حلو خناقكم. شو لكان؟ انت مو اول حدا بيعرف انه حلو وبيسلي. بيلبق لك. ايش بيلبق لك؟ مسكت رأيي اختي. اختي تارك منه. لا شو رأيك؟ إلك وحدي عندي رح تشوف. خلص اتركوا للولاد ليك، هلا بتطلع سمر. لا وقف امشي. مستأذن، روح افتح الشناتي وانطبق. يلا روح بشوفك. امشي. يا زعران. عن جد انت ليش عم تتدخل بخصوصياتها؟ بنت صبية فيها تطلع مع اللي بدها اياه. لا مو على كيفها. رح ارجع على البيت. وليش بقى؟ رجعت عيلتك خلص. ليش حبيبتي؟ بعدين انا زعلت منك. شو هي التصليحة بالبيت وما بعرف شو؟ ما في داعي لأي تبرير مشان تبقي هون، وهاد بيتي كمان. سمر عم تتصرف ببرودة غريبة. انجبرت، شو بدي ساوي؟ أوه، انا عم بقول لحالي ليش بلش قلبي يخفق بسرعة. أتاري جاي فيروز خانم. لا تبوس لا تبوس، مريضة كتير. عليك العافية. أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا فيك، الحمد لله على السلامة. رجاء كملوا أكلكم. لا لا لا، كنا قايمين أصلا. إيه شو عملتوا بباريس لكان؟ إيه ما تركنا ولا محل، والتقيت مع رفقات الطفولة وقضيناها عزايم بعزايم ودرنا كل الأسواق، انبسطنا كتير. وقت قلي لي انك انبسطتي بمغازلة الرجال الفرنسيين، ها؟ يعني انا بغار. والله تقولي هالولد مجنون. مزبوط.